استعدادا لمؤتمر أطراف المناخ كوب 27 تتواصل في مدينة شرم الشيخ أعمال التطوير التي تجرى بالمدينة. وللمزيد معنا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بداية وبعد التحية، أطلعنا على آخر مستجدات عمليات التطوير بالمدينة. نعم، بعد التحية أرحب بكم وبكل السادة المشاهدين من هنا من مدينة السلام والمدينة الخضراء. فمدينة شرم الشيخ الآن تتحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة تزامنا مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. مدينة شرم الشيخ بالكامل بها العديد من المشاريع، نتحدث عن ما يقرب من 30 مشروع في مختلف المجالات يتم من خلال هذه المشاريع تطوير مدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة صديقة للبيئة مع قرب انعقاد المؤتمر. تحديدا هذه المنطقة التي نتواجد بها، المنطقة السياحية الأهم في مدينة شرم الشيخ في خليج نعمة، هذه المنطقة تشهد العديد من أعمال التطوير الخاصة برفع الكفاءة الأراضي الموجودة أو الأرضيات الموجودة، وأيضا المحال التجارية، توحيد لافتات المحال التجارية، وأيضا العمل على وجود بعض الحدائق المركزية الصغيرة الصديقة للبيئة، وأيضا بعض مقاعد الجلوس. هذا المكان تحديدا وهو ممشى السلطان قابوس، تم تطوير هذا الممشى من حيث الأرضيات، وأيضا ممشى ملك البحرين، يتم العمل على تطوير كل ما هو متعلق بهذا الممشى في خليج نعمة. أيضا بالقرب من الممشى وهو الطريق السلام الذي يتواجد به ممشى سياحي على جانبي الطريق بطول ما يقرب من 6 كيلومترات على جانبي الطريق. وهذا الطريق تفقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد هذا الطريق اليوم. هذا الطريق هو من أجمل الطرق ومن أجمل المشروعات التي تتم هنا في مدينة شرم الشيخ، هذا الطريق وهذا الممشى السياحي الذي يوجد به العديد من المحال التجارية وبعض المشروعات الخدمية، وأيضا سيكون بهذا الطريق بعض المناطق الترفيهية، وأيضا سيكون هناك مسار مخصص للدراجات. اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عندما تفقد هذا الطريق اليوم وجه بضرورة تكثيف ساعات العمل للانتهاء من هذا الطريق بكل ما هو متعلق به من الممشى السياحي ومن المنطقة الترفيهية، ووجه بضرورة أن يكون هناك مضاعفة لساعات العمل حتى يتم الانتهاء من هذا الطريق في أسرع وقت قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ كوب 27. أيضا اللواء خالد فودة كان اليوم في جولة تفقدية لمنطقة السوق القديم، وأيضا إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ على التراث المصري القديم. وجه أيضا سيادة المحافظ بضرورة العمل على رفع كفاءة المحال التجارية الموجودة، والعمل على زيادة أيضا أعمال الإنارة وأيضا الإضاءة الخاصة بمسجد الصحابة. فبالتالي كان هناك تفقد لهاتين المنطقتين اليوم، ووجه بضرورة الاهتمام بهما لتليق بمدينة شرم الشيخ. هناك أيضا عدد كبير من المشروعات التي تتم هنا في مدينة شرم الشيخ، نتحدث بالطبع عن أهم هذه المشروعات وهو تحول محطات الوقود إلى محطات غاز طبيعي. نتحدث عن 8 محطات من إجمالي 12 محطة خاصة بالوقود تحولوا إلى محطات للغاز الطبيعي. فبالتالي ستكون هذه المحطات تخدم السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. نتحدث عن عدد كبير من السيارات تم تحويلها لغاز طبيعي بالمجان طبقا لمبادرة وزارة البترول التي تعمل وتشجع على يعني تحويل هذه السيارات إلى الغاز الطبيعي. وأيضا من سيارات أو من محطات الغاز الطبيعي نتحول إلى الأتوبيسات الكهربائية التي يعني تم استلام ما يقرب من 260 حافلة كهربائية، يعني تم العمل بهم بالفعل، وتستعد بقى
باقي الحافلات للانطلاق مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27. أيضا في كل المجالات هناك العديد من المشروعات الأخرى أيضا التي يتابعها محافظ شمال سيناء، فمنذ أيام كان في اجتماع مع هيئة الرعاية الصحية للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بالجانب الطبي والصحي، وتم التأكيد على أنه سيكون هناك يعني ما يقرب من 40 نقطة طبية بالفنادق التي سيكون بها الضيوف المشاركين في هذا المؤتمر، وسيكون هناك أيضا العيادات الثابتة في مركز المؤتمرات، وأيضا العيادات التي يعني يتم العيادات المتنقلة التي ستكون بمحيط قاعة المؤتمرات وقت انعقاد المؤتمر. فيما يتعلق بهذه المنطقة التي نتواجد بها الآن، يعني دار حديث بيننا وبين المواطنين هنا في منطقة خليج نعمة، ويعني جدير بالذكر أن هذه المنطقة تشهد رواجا سياحيا كبيرا. المواطنين عبروا عن سعادتهم بهذا التطوير، ومع تمنياتهم بأن يكون هذا التطوير وقرب المؤتمر القادم يكون فرصة للتسويق السياحي لمدينة شرم الشيخ. أيضا نتحدث على أن اللواء خالد فودة كان يعني يتواجد مع عدد كبير من مديري الفنادق الموجودة في مدينة شرم الشيخ لرفع الاستعدادات الخاصة باستقبال الضيوف، وأيضا رفع كفاءة المناطق المحيطة بالفنادق لاستقبال الضيوف في مؤتمر المناخ كوب 27. نعم. أيضا سيكون هناك يعني اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تفقد اليوم المرصد الأمني، وهو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية. هذا المرصد سيكون مهتم ومتخصص بمتابعة الحالة الأمنية في مدينة شرم الشيخ وأيضا المناطق المحيطة في مدينة شرم الشيخ، للوقوف على الحالة الأمنية بأيضا بعض الكاميرات التي ستكون موجودة طبعا لمراقبة الحالة الأمنية. فبالتالي هناك عدد كبير من المشروعات داخل مدينة شرم الشيخ يتم العمل عليها في آن واحد، ويتم مضاعفة العمل مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ كوب 27، لتتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة صديقة للبيئة. وأيضا هناك اهتمام من حيث الجانب الصحي، هناك اهتمام بمستشفى شرم الشيخ التي بالطبع ستتحول إلى مستشفى أيضا خضراء. فبالتالي كل المناطق هنا في مدينة شرم الشيخ تستعد لأن تتحول إلى مدينة صديقة للبيئة، ويتم طبعا استعدادا لاستقبال الضيوف المشاركين من مختلف دول العالم. مشروعات كبيرة سنتابعها معكم أيضا بالتفصيل في خلال الأيام القادمة. الآن عودة إليكم مرة أخرى. نعم، شكرا لك جزيل الشكر محمود جميل على هذا العرض الوافي من مدينة شرم الشيخ.